من يقول سنترحم على أيام بشار؟ لا والله، لن نندم على يوم خرجنا فيه في هذه الثورة حتى نسقط هذا النظام المجرم إن شاء الله. تكبير. وبإذن الله منذ أن خرجنا أيها الشيء، نحن خرجنا ضد الظلم وضد هؤلاء الكفر الفجرة، وإننا سنبقى سائرون ضد هذا المجرم وشبيحته، إما إلى جنة عرضها السماء والأرض.